زيدي يلا بغيتش. لا واخا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا في سان سيباستيان كيما شفتوا غنشارك معكم الفطور ان شاء الله. اشنو اللي لقيت في البلوتين واشنو اللي قدرنا ناكلو اشنو قدرنا نشربو تبارك الله موجود الخير. وهذه الطرطه ديالي ما كملتهاش تبارك الله تقيله زوينه داروا لي هنا غاديه بها معايا. يلا انتظروا الفيديو ان شاء الله. سلامة. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنايا بعد ما اتصلوا الناس اللي عندهم بسفليونيه اللي عارفين سفليونيه مزيان اتصلوا باربعه البلايص بغينا نمشيو نفطروا على برا. كما كتعرفوا اسبانيا راه موجود فيها داكشي، ولكن انا غنقول لكم التجربه ديالي. المحلات تبارك الله راه موجود كلشي ديال انا كنقلب على الطري، اما اللي في السوبر ماركت اللي في المحلات التجاريه راه موجود الخير والانواع. غنشارك معكم ان شاء الله كلشي الفيديوهات. ثلاثه البلايص قالوا راه عندهم تقدر مطبخ واحد كيخدموا فيه الجلوتين وبدون جلوتين، اذا مابغيش ندير واحد الريسك. وهادو هما اللي قالوا لنا لا جيو كونوا مطمئنين راه كلشي بوحدو. اذا جينا هنايا بعد ما درنا دويره حدا البحر سان سيباستيان. غنخلي لكم الموقع والادريسه كلشي، وراكم شفتوا رقم التليفون والاسم. هذا اللي فيه هذا اللي على اليمين هو هذا اللي باين دابا اللي على اليمين اللي فيه السلمون والبيض هو ديالي اللي بين بدون جلوتين. هنا تمن ثلاجات دايرين كل حاجه بوحدها. هذه الثلاجه اللي بدون جلوتين قلت لكم هذه بوحدها، هذه اللي على اليسر العاديه بالجلوتين. وهانتوما غتشوفوا معايا البوفي داكشي اللي ماشي حاطين كلشي. المهم الحلويات هنايا كل حاجه كاتبين عليها واش فيجن واش بدون جلوتين واش بدون سكر. كاين هنا كنظن اربعه الاختيارات او خمسه. ها نتوما هادي كاتبين زعما باش مخدومه. هادي الفوق غادي نصورها معكم بالقرقاع والقرفه، هي هادي كنظن هادي بالقرقاع والقرفه. هادي ديال الشوكولات ها نتوما كاتبين وكلشي مغطي. هذه اللي حداها ديال الكوك والشوكولات زوينه كتبان المنظر ديالها حتى هو، ولكن كنا صافي شبعنا تبارك الله بهذاك الفطور. ها ها لا ما لا هذه الوسطانيه. اذا عندهم ما شاء الله الاختيارات. وكذلك اشنو الفرق ما بين زعما الثمن بالنسبه للثمن كتزيد 50 سنت على العادي. اذا بغيتي بدون جلوتين 50 سنت اللي زايده على العادي فقط. هذه الحليوه حتى هي اللي خديت من الثلاجه فيها البنان ما غاديش نقدر نكملها مع كنا تبارك الله شبعانين. بقيت كندور بها وفي الاخر قلت اللهم ناكلها باش ما نبقاش مبرزطه بها. هز الساك هز الحلوه. اذا كانت زوينه قلت لكم سان سيباستيان في المركز السنتر المدينه ديالو. ملي غتشوفوا ان شاء الله الموقع الا جيتوا ليها شوفوا الموقع غتشوفوا الاسم راكم غادي تعرفوها. صافي نخليكم مع باقي الفيديو ان شاء الله وفرجه ممتعه. اذا فلوغ متنوع كاين بزاف المحلات فيما شفت بدون جلوتين راني كنصورها معكم. فيما طاحت عينيا الناس اللي معايا حتى هما غير كيشوفوا يقول لي شوف شوف فين راه هي. اذا هل محل من برا بعض الفيديوهات هضره فيهم بعض الفيديوهات ما هضرش فيهم. اذا غادي نكتفي. وهنايا هاد الايس كريم بزاف الانواع كلهم بدون جلوتين شوفوا المنظر ديالهم. ولكن كما قلت لكم كنت شبعانه ما قدرش ناخذ، قلت ارجع مره اخرى ان شاء الله وندير معكم ونشارك معكم حوايج اخرين. كنظن شي ثلاثه الانواع اللي فيهم سبيكيلاس واللي فيهم اوريو واللي فيهم كوكيز هذوك اللي فيهم الجلوتين. منظر زوين. غادي ندخل تاني واحد محل اخر فيه حتى هو كلشي تقريبا بدون جلوتين هو هذا ما عدا الباستا سالات اللي هم
او هذيك الوافل، انا ديك تعجبني. قال لي كاين كاس، قلت ليه لا انا كنبغي لهذيك الباستا. اذا مره اخرى ان شاء الله غادي تشوفوا، شراو تشوروس للدراري، اسبانيا معروفه بيه بتشوروس ومتشهيته هو سخون. اتصلنا لقينا واحد في الانترنت انه كيبيع بدون جلوتين، ولكن ملي اتصلنا ما كيجاوبوش في التليفون. اذا مره اخرى ان شاء الله كونوا على يقين انني اي حاجه كنتشاركها معكم، اي حاجه لقيتها كنبغي نشاركها معكم باش نتوما تستافدوا. الا جيتوا بحال هاد المدن، جيتوا تساريتوا او مهم سفر عطلة عمل اي حاجة، تلقاو باش ديباني وتلقاو ما تاكلوا، تعرفوا الاماكن تاخذوا فكرة. وان شاء الله جايين مدن اخرى. كيجوني بزاف الاسئلة على تركيا، للأسف كنت ما سجلتش معكم، ولكن ان شاء الله راه قديم داكشي، غادي نحاول نرجع ليه وغادي نصور معكم ونعطيكم معلومات اللي كتيرة ان شاء الله. اذا بقاو مع الفيديو للاخير وفرجه ممتعه، شاركت معكم بزاف الحوايج. فلوغ هذا ماشي غير على قبل بدون جلوتين، فلوغ كامل. وانا ما يطيح لي التليفون. شوفي شوفي، اجي امين طلع. تما كاين الميناء، ما شاء الله الجو زوين، ما باردش بزاف. سان سيباستيان تقريبا الحدود ديال فرنسا. منظر رائع. متبعة هاد كيكونوا في ماشي حمام، كيكونوا بط. غندوخكم معايا، فرحانين تما كيديروا هاد الصوت، ما شاء الله. بلاصة زوينة المدينة، ها المدينة سنترم سنتر، والبحر الميناء. هادو يمكن كيتكراو هاد الدراجات كيتسات. حميمة بلاتي
هذه ريستورا على شكل باتو، حتى هي زوينة. مآتر هذه البلدية ديال سان سيباستيان. بغيت نصور هاد الحليوة برزطاتني، ما قدرتش نكملها وهزيتها معايا، قال لي شديرها لك تاخديها معاك. هذاك قال لك ديسكو ديسكوتيك، ملي سول دابا ماشي ريستورا. المهم عليها حيت شفت طويبلات وهذا، المهم بحال بار كنظن، ماشي بار بار ديال، المهم بار ديال اوروبا هنايا. يلا كان ناقوس نصحابها كنيسة ساعة، قالت هذه البلدية، بلدية ديال هنا. وباش كتعجبك تاني هنا اسبانيا عندهم بزاف هاد الالعاب تاع الدراري هكا في السنقة، اكثر يا هكا كيكونوا بلا فلوس. هادو كنظن لي الداخل للوسط هذيك يمكن بالفلوس، ولكن هادو كيكونوا فابور اي واحد. طويبلات اللي بغى يلعب شطرنج كنظن هذه ولا دامه ولا، المهم طويبله بالكراسة سبحان الله، زعما كل شيء مجهز. طارق زوين الحمد لله، جيت مع الجو زوين اليوم، الشميشة ما شاء الله. شو شجر ما عرفتش كنت كنصور تاني باش كتعجبني اسبانيا فيها هكا بحال غير كتمشى شي شويه كتلقى الروبينيات فيهم الماء صالح للشرب مزيان والله. يلا شربنا وحده زوينه بحال فونتينت زوينه، ما هذا عادي نسيت ما صورتهاش معكم، كان فينا العطش شربنا منها هكا حتى في الدروبه، ماشي غير هكا البار كله، حتى في الدروبه العادي نشوفوا تبارك الله الناس خارجين، حتى في الدروبه في الازقه في كل شيء، غير كدوز شويه كتلقى هكا بلاصه ديال فيها هكا روبيني وكيكون بارد وصالح للشرب. اذا هذا الشيء باش كتعجبني اسبانيا. شوف شوف التماسيح منظر زوين ما شاء الله، بقيت كنصور ما عرفتش الناس اللي معايا فين هما كنقلبوا قلبوا معايا فين مشاو. صافي انا توضرت دابا، راهم بانوا لي.
تبارك الله هذه البنايه ما شاء الله. تنسول شنا هي ونقول لكم شو داك طالق هذاك الكلب. هنا كي قنطرة غتكون من بلدية لا ماشي هي معرفتش صغر باش تبان لكم. هذيك اللي صورت معكم دابا كنيسة وحدها مكتبة ميمة. خضر شاعل ديكورات زوينين هتضربك اللي انا بغيت نصورها. شوفي واقفه زوينه سبحان الله. لا ما دير ليها والو خليها هي طارت بوحدها. فيما كنلقى السنغليزه كنصورها معكم يقول لي ها هما وخاني يلا كليت هذيك الطارطه راهاني راني باقا مزغمه كما كتقولوا تقلات عليا حيت فيها الشكلاط ولا كريم وهذاك كراميل هي زوينه حيت مابقاش بغيت نبقى شاده. حنا كندورو دابا فيما شفتها الناس اللي معايا غير يشوفوها ولا يقول لي شوفي راه هي سينغليتها هذا يمكن سيد براد مصباح سحري. واش كيبان لكم على الزجاج ولا لا؟ بلاصه زوينه ساد يمكن هذا حيت كاين اليوم واحد العيد وطني. ها هي اللي بغى يجي ليها كافي كلوتي هالاوقات. حنا في سان سيباستيان لدريسا. واش كاينه هنا؟ المهم هذا السنتر ديال سان سيباستيان. منظر زوين